هذا الاجتماع من اللي احنا قريناه اجتماع اقتصادي بالدرجة الأولى، يعني لما نلاقي وزير التجارة والصناعة ونائب وزير التجارة وممثل الرئيس الروسي، فده بيقول لنا انه في شكل من اشكال، لا مش بس كده، كمان انا وقفت عند حتة نائب رئيس البنك المركزي الروسي، فبنتكلم بقى على عملة كمان. فانت شايف قرأت هذا الاجتماع ازاي؟ حضرتك تفضلتي وقلتي هي علاقة استراتيجية، وكلمة استراتيجية بتعني في المقام الأول إنها علاقات شملت كافة المجالات، بدءا بالمجال العسكري والاقتصادي إلى المجال النقدي مالي. هو حضرتك العلاقات بين مصر وروسيا هي علاقات منذ القدم، وبدأت حضرتك العلاقات الدبلوماسية في عام 1943. يعني هذا العام بنحتفل بمرور 80 سنة على تدشين العلاقات بين البلدين. هذه العلاقات أثمرت عن بناء السد العالي، أثمرت عن صفقة الأسلحة التشيكية لمصر، هي كانت في ذلك الوقت سوفيتية سنة 1955، أثمرت عن بناء مصنع مصر الألمنيوم في نجع حمادي، أثمرت عن معظم قلعة من القلاع. صحيح. أثمرت أن معظم مصانع القطاع العام في ذلك الوقت كانت كلها بتكنولوجي روسية أو سوفيتية في هذا الوقت. عدد الشركات الروسية المستثمرة في مصر بلغت 400 شركة، عشان كده بنقول البعد الاقتصادي لهذا اللقاء إلهام. استثماراتها قد إيه؟ حوالي 7.5 مليار دولار. ده دلوقتي، ده دلوقتي حضرتك. نعم. برضو حضرتك مجال الطاقة في العلاقات بين البلدين حضرتك بنوليه أهمية كبيرة. أول حاجة مشروع الضبعة ده حكاية النووي للأغراض السلمية، ده إجمالي تكلفته قد إيه؟ 29 مليار دولار أمريكي. يبقى مشروع الضبعة إجمالي تكلفته 29 مليار. الجانب الروسي هيعمل لنا تسهيلات ب 25 مليار. تخيلي، فيعني تقريبا النسبة الأكبر من التمويل بيأتي من روسيا. الاستثمارات الروسية برضو حضرتك في المنطقة الصناعية الروسية اللي هي بتوجد دلوقتي فين؟ في المنطقة الاقتصادية لغرب قناة السويس. إجمالي الاستثمارات المحتملة ممكن تزيد عن 8 مليار دولار أمريكي. نعود للعلاقات التجارية حضرتك، حجم التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية بلغ عام 2022 6 مليار دولار أمريكي، وهو معدل بيتزايد الحقيقة. برضو هذا الاجتماع برضو بيعطي مؤشر على أن السياسة الخارجية المصرية هي سياسة متوازنة بين الشرق والغرب. صحيح بتتعدد مجالات التعاون مع الاتحاد الروسي، ولكن نحن دائما وأبدا نبحث عن مصلحة المواطن المصري. خليني أتكلم اقتصاديا شوية دكتور مونجي. يعني هناك للمتابع تشكيل للاقتصاد العالمي، تشكيل للعملة، خليني أقول، والتبادل التجاري ما بين الدول في العملة. أنا عايزة أقف برضو عند نائب رئيس البنك المركزي، يعني النقطة دي أنا واقفة عندها، لأنه هناك خريطة بتتغير. مزبوط، مزبوط، خلينا نتكلم فيها. مزبوط حضرتك. شوف يا فندم، العلاقات المصرية الروسية هي علاقات ممتدة، وفي جانبها الاقتصادي هي علاقات قد تكون نموذجية. نعم. الجزئية الأخرى، البنك المركزي هنتناوله من شقين، وجود نائب محافظ البنك المركزي. الشق الأول انسحاب مصر من مجلس الحبوب العالمي. نعم. في نعم. لندن. نعم. هذه واحدة. الشق الثاني هي الموافقة على التبادل بين البلدين بالعملات المحلية لكل منهما، دي علاقة موجودة. النقطة الثالثة وصول مركب الأسبوع اللي فات ميناء دمياط، عليها قد ايه؟ 100 ألف طن قمح. طيب
هل هناك علاقة بين الأمرين؟ بالتأكيد لها علاقة بين الأمرين، إن إحنا بدأنا إن إحنا لما نشتري معظم احتياجاتنا من القمح من روسيا بالعملة المحلية، أنا وفرت من 10 إلى 12 مليار دولار سنويا. هذه واحدة. النقطة الثانية، ده هيساعد على تشجيع الصادرات المصرية إلى السوق الروسي، وهو سوق معروف للمصدر المصري، وبالتالي أنا مش هستثمر فيه مجهود كبير في الترويج. النقطة الثالثة برضو، هذه بداية وقد تلحقها في القريب العاجل علاقتنا مع الصين وعلاقتنا مع الهند، احتمال كبير جدا يتم تطبيق نفس الآلية، وهي أن يتم التبادل التجاري بين مصر والصين بالعملات الحرة. احنا بيننا وبين الصين أكثر من 12 مليار دولار، ده برضو لما يخش في التعامل بالعملات الحرة فهذا مبلغ آخر يتم توفيره، ومن ثم تخفيف الضغط على العملات صحيح. الحرة. وبتهيألي كمان أن السياحة الروسية لما هتبقى موجودة هيبقى التعامل، السياحة الروسية فندم تمثل 25% من إجمالي السياحة الواردة إلى مصر، وتقريبا بيشتغل في 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 هذا قطاع السياحة 3.2 مليون مواطن مصري. لا أنا بتكلم على كمان التعامل هيبقى طالما بنك مركزي وبنك مركزي مصري. أيوة فندم. هيبقى التعامل بالعملات بالعملات الحرة. نعم. شوفي حضرتك، هذه الجزئية اللي هي التعامل في مجال الخدمات ومن ثم قطاع السياحة، يجب أن أنا أعمل هامش يا رشان، لازم أعمل هامش للحركة. يعني ممكن أن بعض الشركات تريد أن تتعامل بالعملات الحرة، ماشي. بعض الشركات تريد أن تتعامل بالعملات المحلية، ماشي. يعني لا أقصر إطار التعاون على إطار واحد، ده بيخنق رجل الأعمال. فخلينا نقول في الأوبشن، يمكن التعامل بالعملات الحرة لكلا البلدين، ويمكن التعامل بالعملات المحلية. طيب أنا ما زلت مع